السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة، احنا ذبحنا مجموعة من زغليل الحمام، هنشوف أوزانها مع بعض. أنا وزنت قبل الذبيح فيه لغاية زي ما قلت لحضرتكم فيه معدي النص كيلو، وأنا مش مزغط بالزغاطة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، اللي هي بالعلف التسمين بتاع الفراخ. علف التسمين بتاع الفراخ لما بزغط بيه بيودي لاوزان كبيرة جدا محدش هيتخيلها. احنا هنشوف برضو الاوزان الزغاليل دي احجامها. بسم الله ما شاء الله، شوف الزغلول الصدر بتاعه ده تزغيط طبيعي يا جماعة، تزغيط الاهالي اهو. شوف الزغلول ما شاء الله، الصدر بتاعه مش هتلاقي من ده عند حد، عند بتاع الحمام ولا عند اي حد اهو. حضرتك ما شاء الله اهو في المجموعة دي. هنشوف مع بعض الاوزان، نشوف فيه كل طبق، هو كل طبق فيه 3 اهو على الميزان، هم الثلاثة هم، نشيلهم كده عشان نشوف ان الميزان على الصفر اهو. الميزان على صفر تمام اهو. نحط بقى 905، يعني 900 جرام. 3 زغاليل، نشيل ده ونشوف تاني ده يا جماعة بالتظبيط الطبيعي زي ما قلت لحضراتكم. لو بعلف التسمين هيزيد جدا اهو. 3925، يعني ما زلنا في 300 جرام، وهو متنضف مش هتلاقي حضرتك زغاليل او حمام متنضف عند بتاع الحمام بالاوزان دي. لو جم الاتنين 400 جرام، او الزغلول هيبقى 200 جرام، 250 جرام، لو بيكتر يعني مش هيزيد عن كده ابدا عند بتاع عند بتاع الفراخ اللي بتشتري منه اهو. تاني هو ما شاء الله 930، مش هتتخيل حضرتك الزغلول غير وهي في ايدك وانت بتاكلها اهو. الزغلول ما شاء الله، يعني مش هتقول انا عايز 2، لا تاكل واحدة وكفاية تمام اهو. 930 وزننا كم طبق مش عارف، يعني المهم كل الاطباق تقريبا نفس المستوى 900. وي ده بيرجع لرعاية الحمام زي ما قلنا، وان انا كنت عملت فيديو ازاي تخلي الزغلول نص كيلو او اكتر. طبعا احنا بنتكلم قبل الذبح اللي هو نص كيلو او اكتر، ان انا كنت بحط للزغاليل الفلاجيل في العمر الصغير اهو، كله في الاوزان دي كنت بحط الفلاجيل ومضاد السموم. زي ما قلت لحضرتك كنا بنراعي الحمام، بناتي للزغاليل الفلاجيل ومضاد السموم من عمر 5 ايام الى مثلا 8 ايام، المهم ناتيه 3 ايام في العمر الصغيرة علشان نحميه من الكنكر ونمنع عنه الإصابة بالإسهال اللي منتشر الأيام دي، زي مثلا المنتشر جدا السالمونيلا، ومنتشر الكنكر أيضا في الأيام اللي احنا فيها دي. فتراعي حمامك هتلاقيه منه نتيجة كويسة، وهيبقى بالأوزان الجميلة دي. ربنا يبارك للي هياكلهم وبالهنا والشفاء عليه أهو ما شاء الله. اوزان مش هتلاقيها عند حد من اللي بيذبح وبيبيع حمام، محدش بيبيع الحمام يا جماعة بالاوزان دي اهو ما شاء الله. وحضرتك ممكن تشتري من عند بتاع الحمام وتجرب توزن بعد ما ينضف لك، شوف هيطلع قد ايه الحمام، واكتب لي في التعليقات لو طلع الوزن اقل من كده او اكتر، يعرفنا الاوزان حضرتك بتشتريها قد ايه.
وان شاء الله لما نبقى نزغط زغاليل بالزغاطة اللي هي بعلف التسمين، وبنحط لهم الجروفيت بلس اللي هو فيتامين في عمر صغير، نوزنهم مع بعض نشوفهم هم بيبقوا اوزان، بيوصلوا الاوزان قد ايه، نوزنهم برضو قبل الذبح وبعد الذبح ان شاء الله، نوريكم الاحجام دي. تابعونا ان شاء الله، هنعمل فيديوهات عن زغطات، انواع زغطات جديدة الجماعة اللي مربين الحمام، احنا بنعمل للمربين الحمام، ويعني الفيديو ده يعني اول مرة نعمل فيه للأكيلة، يعني الناس اللي بتحب الحمام هو يتفرج على الحمام، يعني ايه، ربنا يوعدكم ان شاء الله بأكل. هنعمل فيديوهات ان شاء الله الفيديوهات القادمة عن انواع زغطات مختلفة. الناس كانت اعترضت على الزغاطة اللي بنأكل بيها علف التسمين، قالوا ان علف التسمين بيسمن الحمام، احنا طبعا عايزينه يسمن ويبقى فيه لحم كتير، لكن هم الجماعة اللي بيعترضوا على اساس ان هم هيربوا الحمام، فهم عايزين فيديوهات عن بزغاطة ما يكونش بعلف التسمين، تكون بالحبوب العادية اللي الحمام بياكلها، علشان هو هيربيها ما يسمنش الحمام علشان يبيض ويزود الانتاج. طبعا انتوا عارفين احنا بنستخدم لزيادة الانتاج السيلينيوم، وبنستخدم الجروفيت بلس، ودايما دايما بنخلي بالنا ان الحمام ما يكونش عنده امراض زي الاسهال اللي بيجي نتيجة السالمونيلا او الكوكسيديا، فدايما نحافظ عليه، وبنحط التحديق، وصفة التحديق اللي هي المحار اللي احنا بنعمله، المحار والرمل والفحم، وبنضيف على وصفة التحديق الجير ما ننساش، يعني يبقى الجير والرمل والمحار اهم حاجة فيه، المحار والملح، ملح لو كان خشن اللي بنشتريه من معامل الجبنة، بيزود ايضا الانتاج وبيقوي قشرة البيض اللي بتطلع لك الزغاليل الجميلة دي. تمام اهو، دول هنقول دول كام زغلول، دول 6 زغاليل اهو، اهم 6 اهم، كام الوزن؟ 1800 جرام، 1815 جرام، كمان عشان حد يقول لي فيه الطبقين، احنا نقول 1800 جرام بس، يبقى الواحد يقف حوالي 300 جرام زغلول، 300 جرام يا جماعة بعد التنظيف اهو، بألف هنا وشفا للي هياكلهم. هو سمح لنا ان احنا نصور، يعني الراجل مسامح، انا ما حدش عارفه، يبقى ما فيش، هيبقى في حسد ان شاء الله، الحسد لما يكون عارفين مين اللي هياكل، لكن ما حدش عارف مين اللي هياكل ده. بنأكد يا جماعة عشان توصل للنتيجة كويسة، لازم يوميا تغسل مسائي الحمام بسلكة او بقشاية او باي حاجة خشنة، المهم تشيل، ما تخليش مسقة المية بتاعتهم السقاية مزفلطة، ما تكونش مزفلطة، زائد انك تأكل علف متوازن، متوازن من الحبوب اللي هي الدورة الحمام ودورة الاصفر، و الغلة بنسبة قليلة، لأن الغلة كترها بيسبب الإسهال، أنا قلت قبل كده في فيديو، زائد الفول، الفول هو اللي بيوصل الأحجام الزغاليل كتير كبيرة دي، الفول، الفول يا جماعة بروتين عالي، لازم تزود منه للحمام لو أنت عاوز الزغلول يوصل كده، يبقى تزود من الفول، وزائد البسلة، وياريت تكون البسلة اللي هي الناشفة، لكن خضرة، في منها النوع الأصفر مش كويس، لكن في بسلة ناشفة من النوع الأخضر. تمام، يبقى كده غسل المسائي والكلفة المتوازنة، ده
تصغيط طبيعي يا جماعة، من غير بدون زغاطة، لكن لما نزغط ان شاء الله هنصور لكم ونوريكم الاحجام. اكتر من كده خليكم فاكرين الاوزان اللي وصلنا ليها دلوقتي اهو، الزغلول 300 جرام يعدي بعد التنظيف. هو كان فيهم بعض واحد معدي النص كيلو بالتصغيط الطبيعي، فانا بقول ان هو بيوصل نص كيلو اكتر بالتصغيط اللي هو الصناعي اللي هو بالزغاطة بالعلى في التسمين. بكده عشان ما اطولش عليكم يكون ننهي فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، وما تنساش اختار الكل علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا كلها. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.